وبالعودة إلى العاصمة أنجمينا والاحتفال احتفال الدائرة السابعة باليوم العالمي للمرأة وسط حضور عمدة بلدية الدائرة السابعة آدم حنفي. الدائرة السابعة كغيرها من دوائر العاصمة أنجمينا قد احتفلت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة دورة 2017 الذي يصادف 8 مارس لكل عام وسط حضور كبير من نساء الدائرة السابعة. وقد ترأس المناسبة عمدة بلدية الدائرة السابعة ميكائيل جبريل رماد والذي تحدث حول أهمية الاحتفال بهذه المناسبة. الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في هذا العام سمح للمرأة الشادية أن تبادل فكرتها حول موضوع هذا العام تحت شعار استقلالية النساء الاقتصادية في عالم مليء بالتطور. هذه الفرصة لنعرب عن شكرنا وتقديرنا لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والمرأة الأولى هند ديبي إتنو لجهودهم المتواصل. كما قدمت جوائز قيمة للفائزين من قبل عمدة بلدية والمندوبين بالدائرة.